مرحبا بكم في سلسلة محاسبة تكاليف 2. في محاضرتنا اليوم سوف نتطرق إلى أسباب انحراف المواد بالإضافة لانحراف السعر وآلية احتسابه، وتطرق أيضا إلى أسباب التي تؤدي لانحراف السعر. تم تطرق في المحاضرة الماضية إلى احتساب عملية الانحراف الإجمالي بالإضافة لانحراف كمية المواد. في خلال محاضرتنا بدايتها سوف نقوم بتعريف أو بتوضيح الأسباب التي تؤدي لانحراف المواد. عندي أسباب انحراف كمية المواد. بداية، عدم الدقة في معايرة كميات المواد الداخلة في الإنتاج أو في معايرة المسموحات الطبيعية، وهي أحيانا تحدث نتيجة إيش؟ كاعتماد معايير تاريخية سهلة البنال دون ما بذل جهد واهتمام كافيين، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور انحرافات موجبة تعطي انطباعا خاطئا بتحسن كفاءة الأداء. من أسباب انحراف كمية المواد، أول نقطة حكينا عنها إيش؟ عدم الدقة في معايرة كمية المواد الداخلة، وهي اللي تحدث أحيانا لما أكون أنا بستند إلى معايير بتكون سهلة المنال. كيف يعني؟ يعني على سبيل المثال، أنا كنت أستخدم آلات قديمة في فترة معينة، أو على سبيل المثال ما كنت أستغل طاقة المصنع بالكامل، وعلى أثرها كنت أعير إنه المواد اللي بستخدمها. إنه على سبيل المثال كل مادة تدخل في العملية الإنتاجية تعطينا على سبيل المثال مادتين أو ثلاث منتجات، لكن لما استحدثت آلات جديدة بالحالة هاي شو صار عندي؟ إنه بدال ما يكون عندي المخرجات ثلاث وحدات صارت عندي أربعة وخمسة، فبالحالة هاي بصير عندي بعض الانحرافات، وهاي نتيجة إيش؟ بكون عدم الدقة في معايرة كميات المواد الداخلة. بالإضافة طرقنا موضوع معايرة المسموحات الطبيعية، إنه في بعض المعايير تتسهل في عملية احتساب إيش المسموحات الطبيعية، لكن في بعض الشركات بتكون عندها ما في عندها مسموحات طبيعية، يعني بمعنى إنه بكون فاقد أثناء عملية الإنتاج. هاي من أول نقطة، كاعتماد معايير تاريخية سهلة المنال. النقطة الثانية، أو اعتماد معايير مثالية متشددة، وهي أحيانا إيش يصعب أو يستحيل تحقيقها لو بذل العاملون جهدا واهتماما كافيا في ظروف عمل كفؤ، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور انحرافات سالبة ويجعل العاملين المنفذين غير مقتنعين بهذه المعايير ويدفعهم إلى إهمالها. وتحدثنا عنها هاي في محاضرات سابقة، إنه على سبيل المثال لما تكون أنا بحط عندي معايير مثلى مثالية متشددة على جميع الجهات، حتى لو قام العاملين ببذل كل الجهد، بالحالة هاي ما راح يحققوا هذا العمل. إذا بالحالة هاي راح يكون في عندي إيش؟ معايير متشددة راح أدي إيش؟ انحرافات، لأنه إمكانية أو إمكانية تطبيق هاي المعايير بتكون جدا صعبة. كمان في نقطة معينة، وضع معايير ضد العاملين قد يشعرهم بنوع من إيش؟ عدم الرغبة في العمل أو إلى الإهمال، فبالحالة هاي فبيجي بمنطلق بيتحدث العامل بيقول أنا هاي المعايير ما بتتلائم معي، فما في داعي إني أشتغل لأني ما راح أحققها، فبيدفعهم إلى جانب إيش من الإهمال. وفي كلتا الحالتين يتوجب على اللجنة وضع المعايير إعادة النظر فيها وتعديلها لتصبح معايير واقعية قابلة للتحقيق في ظروف العمل الجدي والكفؤ، فبتربي بذلك متطلبات محاسبة المسؤولية وتقييم الأداء. إذا هاي نقطة أساسية لازم نركز عليها، إنه دائما في المعايير لما أقوم بعملية إعدادها يجب أن يتم مراجعتها بشكل مستمر. النقطة الثانية من أسباب الانحرافات اللي بتصير عندي في انحراف كمية المواد، عدم تعديل معايير استخدام المواد رغم تغير الظروف المحيطة بالعمل، كاستبدال جزء من الآلات والتجهيزات اللازمة لعملية التصنيع وأجزاء تعديل في سير عملية الإنتاجية، مما يؤثر سلبا أو إيجابا في حجم المسموحات الطبيعية للتوالف والهدر، ويجعل بدورة من المعايير المعتمدة غير صالحة للمحاسبة وتقييم الأداء. حكينا عنها قبل قليل، إنه أحيانا اللي بصير عندي استبدال آلات بآلات تحدث، بالحالة هاي راح يقل عندي الفاقد، بالإضافة راح تكون عندي إنتاجية جدا عالية. وهاي الآلية بتستخدمها بعض الشركات لما تقوم بالتحول من على سبيل المثال الأيدي العاملة لاستخدام إيش الروبوت، بالحالة هاي بيكون عندهم الفاقد جدا قليل، بالإضافة في عندي إنتاجية متواصلة، لأنه هي عبارة عن آلات حتى آلية صيانتها بتكون خارج أوقات العمل أو أثناء خط الإنتاج، بالحالة هاي بيكون عندهم الفاقد وبتكون عندهم إنتاجية جدا عالية. فعشان هيك لما بكون أنا عندي مستخدم أسس قديمة واستخدم آليات جديدة أو معدات جديدة راح يعطيني انحراف، وراح يكون أحيانا بيكون انحراف جدا كبير. لكن إذا اعتمدت معايير سهلة وكانت عندي على سبيل المثال لقليل الإنتاجية إنه بيستخدموا الآلات، راح يكون في عندي انحراف إيجابي، لكن هذا الانحراف الإيجابي راح أقول إنه إيش راح يكون وفر تكاليفي، لكن أنا استخدمت إيش معايير سهلة، وعدم تعديل المعايير بشكل باستمرار. وتجدر الملاحظة أن مثل تلك الانحرافات تعود لأسباب إرادية داخلية أي قابل للسيطرة عليها،
ويمكن تجنبها مستقبلا بقيام لجنة وضع المعايير بإعادة النظر وإجراء التعديل اللازم. 3. استخدام مواد بديلة أو استخدام مواد بمواصفات مخالفة للمواصفات المطلوبة. كيف يعني؟ نشرحها زي موجودة عندي في السلايد بدأ من حدثنا بشكل أوسع، مما يؤثر سلبا على واقعية المعايير ويجعل الكمية المعيارية لاستخدام مواد ومسموحات طبيعية غير قابلة للمسائلة الموضوعية. في مثل تلك الحالات يتوجب البحث عن الأسباب التي أدت إلى عملية استبدال أو اعتماد معايير أو مواد مواصفات مخالفة، فقد تنجم عن أخطاء في الاستلام والتسليم أو عن اعتماد مواد بمواصفات مخالفة فقد تنجم عن أخطاء في الاستلام والتسليم أو عن ظروف خارجية قاهرة. وقد تكون لجنة المشتريات في بعض الأحيان هي المسؤولة عن عدم تأمين المواد اللازمة في الوقت المطلوب، الأمر الذي اضطر الإدارة لتشغيل مواد بديلة، وقد يسلم أمين المخزن مواد مخالفة للمواصفات. وبصورة عامة يجب التحري عن الأسباب واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرارها مستقبلا. حكينا في عندي شو بسموه إيش انحراف المزيج، وحكينا على سبيل المثال عندي الشركات اللي بتكون إيش متخصصة في الأعمال الإنشائية، أحيانا بكون أنا بستخدم مواد متخصصة في الإنشاءات، لكن إذا قمت باستبدالها أحيانا شو بصير عندي مخالف للمواصفات، فبالحالة بتأثر. وهي بنشوف إذا على سبيل المثال نتحدث بشكل عام عن قوة صلابة على سبيل المثال الخرسانة المستخدمة في البناء. أحيانا اللي بصير عندي إيش إن أنا بكون في عندي مطلوب أثناء الأعمال الإنشائية مطلوب خرسانة ضمن قوة معينة، إنه على سبيل المثال تتحمل في الكيلو في المتر المربع ما يقارب على سبيل المثال 50 طن. بالحالة هاي لغايات إنشائية معينة أثناء عملية المزيج صار في عندي أخطاء في عملية الإعداد للخلطة الخرسانية. بالحالة هاي شو بصير عندي؟ بصير عندي إيش؟ بصير عندي خطأ في عملية التصنيع. بالحالة هاي راح يكون هذا العامل كلياته إيش؟ عبارة عن عامل تالف، إذا راح يعتبر خسارة. فبالحالة هاي شو بصير عندي؟ إنه بدي أقوم بعملية إعادة صب الخرسانة مرة ثانية وتكون جدا مكلفة في هاي الحالة. فبالحالة هاي شو بصير عندي؟ إنه استخدام مواد أو مواصفات مختلفة. فعشان هيك دائما في عندي في الشركات في إشي بسموه قسم الجودة، حتى تتأكد من إيش؟ من استمرارية أو استخدام المواد في العملية الإنتاجية بمواصفات محددة مسبقا، حتى إيش؟ تلائم إيش المعايير موجودة داخل الشركة. فهاي نقطة مهمة نركز عليها دائما. 4. تعديل التركيب الفني للمنتج النهائي أو مواصفاتها بحيث تتغير نتيجة لذلك كميات المواد الداخلة في الإنتاج. إذا أنا انحراف نسبة التركيبة أو المزيج هو نوع من انحرافات الكمية، ويتم تعديل المزيج نتيجة لتغير أسعار المواد الداخلة في المنتج النهائي باستبدال مواد أولية متدنية الأسعار بمواد أولية مرتفعة الأسعار أو بالعكس، وذلك ضمن حدود الاستبدال الممكنة فنيا. في مثل هذه الحالة يجب مراعاة أثر تعديل التركيبة الفنية ليكون المزيج المعيار الجديد أساسا للمساءلة والرقابة. اللي بصير عندي أثناء العمليات الإنشائية زي ما حكينا بقدر أستخدم مواد إنشائية بتكون ذات مواصفات إيش أقل وبتلبي إيش غرض الإنتاج أو العملية الإنتاجية. فبالحالة هاي بترتب عليها إيش إنه في عندي إيش إن الأسعار هاي المواد بتكون جدا منخفضة مقارنة بالمواد المستخدمة الأساسية. على سبيل المثال في عمليات صناعة السيارات بقدر أستبدل نوع معين من الإطارات بمواصفات أخرى بتكون أقل جودة لكن تؤدي الغرض المطلوب، لكن عندي في المحصلة هاي إنه المزيج النهائي راح يكون عندي إيش في عندي مشاكل احتمال تكون في الجودة. فبالحالة لازم أعدل المعايير بشكل مستمر. وتجدر ملاحظة إن انحراف التركيب أو المزيج هو عموما من مسؤولية مدير الإنتاج الذي يحدد ويراقب نسب المزيج والتركيب. النقطة الخامسة، عدم الدقة في تحديد مستوى الكفاءة الإنتاجية ليد العامل أثناء استخدامه للمواد كعدم مراعاة تعيين عناصر جديدة تسبب في بداية المرحلة التعلم والتأقلم مع الطبيعة العملية الإنتاجية هدرا وضياعا في المواد، إذ أن مستوى الكفاءة الإنتاجية ليد العاملة مرتبطة أيضا بهيكل العمال القائمين على التنفيذ ومؤهلاتهم وخبراتهم. لذلك يجب تعديل المعيار مؤقتا في مرحلة تأهيل وتدريب أعداد كبيرة نسبيا من العاملين، وعادة ما يتم اعتماد المعيار بعد الانتهاء من مرحلة التدريب. حكينا في نقطة أساسية في محاضرات سابقة، يجب إشراك العاملين أو الأثناء بسميهم دائما إيش الفيس وركر أو الفيرست لاين وركر بسموهم العاملين في اللي بيشتغلوا في إيش في الأقسام الإنتاجية، يجب إشراكهم إيش في وضع المعايير لأن هم الأشخاص الذي عندهم الدراية في عملية إيش الوقت المستغرق لأثناء تنفيذ عملية إنتاجية والهدر راح يحدث عندهم أثناء العملية الإنتاجية. فعشان هيك دائما يجب تعديل المعايير بشكل مستمر حتى تتناسب مع الكفاءة الإنتاجية. على سبيل المثال إذا قمت بتعيين شخص جديد ما عندك أي كفاءة أو ما عنده خبرة بالحالة راح يحتاج وقت طويل جدا لحتى يقوم بالعمل الموكل إليه
بالإضافة راح يكون عنده فاقد جدا كبير في أثناء عملية إنتاجية، لأنه شخص غير ماهر ليس لديه المهارة الكافية. علشان هيك يجب تعديل المعايير بما يتناسب مع مستوى الكفاءة الإنتاجية العاملة، لكن مستحيل أو من غير المنطق أن أقارن شخص ذو مهارة عالية أو عنده كفاءة مع شخص عنده إيش ما عنده المهارة أو الكفاءة اللازمة لإنتاج إيش العمل أو لأداء العمل بشكل ممتاز. فعلشان هيك يجب تعديل المعايير بشكل مستمر بما يتناسب إيش مع اليد العاملة ومهارتها. بالإضافة يجب إشراك العاملين الذين يقومون في العملية الإنتاجية في عملية وضع المعايير والأسس. أول غاية عندهم الدراية والمعرفة، بالإضافة يعطيهم الولاء لأداء أعمالهم بشكل مستمر. دائما في الدراسات الحديثة تتحدث إشراك العاملين حتى لو كانت لإدارات الدنيا، يجب إشراكهم حتى يصبحوا جزء من إيش الشركة. وهي على سبيل المثال موجودة على سبيل المثال في أحد المولات الموجودة في أمريكا يسمى كوستكو. على سبيل المثال يتم إشراك العاملين في جميع اتخاذ القرارات حتى كانت مرتبطة على سبيل المثال في الإدارات العليا. الغاية منها إنه الإنفاق حتى على العاملين بيكون جدا مرتفع، وبيكون العائد على الربح أو على سبيل المثال صافي أرباح الشركة بتكون جدا ضئيلة، لكن الهدف من الموضوع من ذلك هو غرس ثقافة الولاء لدى العاملين. بنظروا إلى العمل هو إيش، كل شخص بيشتغل في الشركة بنظر إلى العمل إنه هو إيش عمله الشخصي، فعشان هيك بيكون عندهم ولاء جدا مرتفع وبقلل من الأخطاء وبالإضافة إلى الهدر. عندي مؤشر لمستوى كفاءة أداء العاملين، فقد يقصر العاملين القائمون على التنفيذ في تحقيق المعيار الهدف نتيجة إهمالهم أو عدم تحفيزهم بشكل كافٍ. وقد يحقق العاملون الهدف المعيار المطلوب بكفاءة عالية وتكاليف متدنية، فلا يظهر هدر أو إسراف وترتفع إنتاجيتهم. لكن كيف بدي أقوم؟ بدي أقوم بتحفيزهم بالإضافة إيش؟ إشراكهم، قلت زي ما تحدثت قبل قليل، إشراكهم في العملية الإنتاجية في اتخاذ القرارات في وضع الأسس والمعايير. بالحالة هاي راح أقلل الهدر قدر الإمكان. بالإضافة إنه استخدام، مما يتضح مما سبق أن الأسباب المؤدية لانحراف الكمي في استخدام المواد الأولية هي عموما هي أسباب إرادية داخلية تستطيع إدارة المنشأة والمستويات الإدارية المختلفة التحكم فيها. لذلك تنال الانحرافات الكمية اهتماما متزايدا من قبل الإدارة، فهي مجال يسمح للإدارة بتخفيض التكاليف ورفع إنتاجية العاملين. إذا بالحالة هاي كلياتها يمكن هاي الأسباب تؤدي للانحراف، يمكن التحكم بها لأنها هي أسباب داخلية أول شيء، ويمكن أسباب يمكن التحكم بها بشكل مستمر، يعني من حيث أداء العاملين يمكن تدريبهم بشكل مستمر. وعشان هيك دائما يجب وضع خطط من حيث تحفيز العاملين، وبالإضافة إلى عقد الدورات والورش، بالإضافة للتدريب المناسب بما يتناسب مع مؤهلاتهم، بالإضافة إيش ما يتناسب مع المهام الموكولة إليهم. فعشان هيك العملية التدريب لازم تكون إيش مستمرة. نتحدث الآن عن استحراف سعر المواد. طب تحدثنا عن انحراف كمية المواد والأسباب التي أدت إيش انحراف هاي المواد اللي بتصير عند أثناء العملية الإنتاجية. كمان إحنا قسمنا إيش عند الانحراف إلى نوعين، قسمنا الانحراف الإجمالي قسمناه إيش نوعين، عندي انحراف كمية مواد وعندي إيش انحراف السعر. لكن انحراف السعر راح نلاحظ إنه في عندي نوعين من الانحراف راح أتطرق لها في محاضرة اليوم، هما انحراف سعر المواد المشترى وعندي انحراف سعر المواد المستخدمة في الإنتاج. متى بستخدم انحراف سعر المواد المشترى وانحراف سعر المواد المستخدمة؟ إن شاء الله خلال المحاضرة راح أتطرق لهاي العملية بالإضافة لعملية احتساب كل منهما. طبعا ينشأ هذا الانحراف نتيجة اختلاف السعر الفعلي للمواد عن السعر المعيار المقرر. كيف يعني؟ على سبيل المثال أنا بكون عندي بناء على أسس سابقة، بكون أنا حاط سعر على سبيل المثال مادة معينة من المواد الإنتاجية بسعر معين، أنا مستند إله إيش إلى بيانات تاريخية. إذا بالحالة هاي على سبيل المثال كان سعر المادة الأولية 5 دنانير، قمت على سبيل المثال أنا شراها من السوق بسعر أقل على سبيل المثال في 4.5 دنانير. إذا بالحالة هاي أنا صار في عندي انحراف إيش ملائم، لكن إذا اشتريتها من أكبر من السعر الفعلي شو راح يصير عندي؟ في عندي انحراف غير ملائم. راح نتطرق وعملية احتساب إنه أحيانا أنا بشتري مواد وأحيانا أنا بستخدم مواد أثناء عملية إنتاجية، فراح نتطرق لهن إن شاء الله خلال المحاضرة. طب انحراف سعر المواد المشترى، ينشأ هذا الانحراف من عملية الشراء ويتعلق بكامل الكمية المشترى من المواد، ويحسب عند إثبات قيد إدخال المواد المشترى إلى المخازن بالسعر المعياري. ويمثل هذا الانحراف الفرق بين السعر المعياري المقرر والسعر الفعلي للشراء مضروبة بالكمية الفعلية للمشتري من المواد الأولية والواردة للمخازن. كيف يعني؟
يعني على سبيل المثال أنا عندي سعر إيش معياري، سعر المادة الخام على سبيل المثال أو المادة الأولية 5 دنانير، وقمت بشرائها على سبيل المثال من السوق بسعر 6 دنانير، بضرب بالحالة هاي بوجد الفرق بين السعر الفعلي والسعر المعياري وبضرب في إيش في الكمية اللي قمت بشرائها بالكامل وتم توريدها للمخازن. لكن بالحالة هاي احتمال أنا اشتريت المواد الأولية لكن استخدمتها أو ما استخدمتها، فراح نلاقي إنه في عندي اختلافات في أثناء العملية الإنتاجية. أنا بجوز اشتريت مادة على سبيل المثال كمية 10,000 كيلوغرام، لكن بجوز استخدمت منها 5,000 كيلوغرام، فإذا بالحالة هاي إذا راح نلاحظ في عندي انحرافات وراح نتطرق لها إن شاء الله. طبعا ويعتبر هذا الانحراف أكثر فعالية في خدمة أغراض الرقابة، لأن التقرير عنه يتم فور حدوثه بدل الانتظار إلى حين استخدام المواد المشتراة في الإنتاج. نحكي عن هون إيش عن انحراف المواد إيش المواد المشتراة، ما نحكي عن استخدامها لحد الآن في الإنتاج، لأنه بصير عندي إيش عملية رقابة إنه قبل أثناء عملية شراء المنتج بعرف، أو أثناء عملية الإنتاج طلبت على سبيل المثال طلبت من المخازن إنهم يقوموا أو دحضة المشتريات داخل الشركة بطلب مادة أولية مشراها من السوق. فعلى سبيل المثال بيكون عندهم أسعار معيارية، يعني بس على سبيل المثال هي بتكون أسعار مشترينها أو معتمدينها من خلال على سبيل المثال مشتريات سابقة، وبعتمدها وبقارنها إيش بالأسعار الفعلية بالسوق وبضربها في الكمية اللي راح أشتريها أنا، فبيظهر عندي قديش راح يكون في عندي انحراف قبل وأثناء عملية الشراء. لكن على سبيل المثال لقيت إنه هذا أفضل سعر لكن السعر المعياري كان أقل نتيجة ظروف معينة، بالحالة أنا قمت بشراء الكمية راح أضرب الفرق بين السعر المعياري والسعر الفعلي، راح أضرب إيش بالكمية المشتراة. إذا بالحالة هي بصير عندي عملية رقابة إيش على المواد اللي بشتريها أنا أول بأول، وبالتالي يحقق هذا الانحراف وفرا في الوقت بالإضافة في الأعمال الكتابية للمحاسب على المخزون من المواد الأولية. إذ يتم إدخال هذه المواد الأولية بعدين شو بصير هاي، يتم إدخال المواد إلى المخازن وإخراجها منها إيش بالسعر المعياري، وفي نهاية الدورة المالية نحلل هذا الانحراف إلى انحراف للسعر المواد المستخدمة، وراح نتطرق له إيش كمان في هذه المحاضرة في الإنتاج، والانحراف سعر المخزون من المواد المستخدمة في الإنتاج، والانحراف لسعر المخزون آخر المدة من هذه المواد. وبالتالي باستخدام معلومات المثال التطبيقي واحد يمكن حساب انحراف سعر المواد المشتراة كالتالي. طبعا القانون كالتالي، انحراف سعر المواد المشتراة شو يساوي؟ الكمية المشتراة هي مضروبة إيش في السعر المعياري ناقص السعر الفعلي. كيف يعني؟ على سبيل المثال أنا قمت بشراء على سبيل المثال 1,000 كيلوغرام من مادة معينة، السعر المعياري على سبيل المثال 5 دنانير والسعر الفعلي على سبيل المثال 6 دنانير، إذا بقول 5 دنانير ناقص 6 دنانير راح ألاقي إنه إيش راح يكون في عندي سالب 1، بضرب في الكمية المشتراة على سبيل المثال 1,000 كيلوغرام راح يكون في عندي انحراف قيمته 1,000 دينار، انحراف غير ملائم. راح نطبق عليه على سبيل المثال في المحاضرة الماضية كان عندي انحراف سعر شراء المادة سين كان 3,000 أنا قمت بشراء، وعلى سبيل المثال كان السعر الفعلي قديش 3 دنانير، والسعر إيه سعر معياري 3 دنانير والسعر الفعلي قديش 3 دنانير و10 قروش، فبالحالة كان عندي إيش انحراف قيمته قديش 300 دينار، هو انحراف إيش غير ملائم لأنه يمثل انحراف سالب ويمثل هدرا تكلفية. وفي عندي انحراف للسعر شراء المادة صاد كان أنا قمت بشراء 1,200 كيلوغرام كان السعر المعياري 4 دنانير لكن السعر الفعلي قديش 3 دنانير و80 قرش، بالحالة هاي كان في عندي وفر قيمته قديش 240 دينار، وهذا يعتبر إيش انحراف ملائم لأنه انحراف موجب ويمثل وفرا تكلفيا. قمنا بتوضيحه من خلال إيش البرزنتيشن، لكن ويفضل إيش نقوم بعملية الاحتساب من خلال توضيحها بشكل مباشر. إذا الآن راح ننتقل إلى برمجية ونوت عشان نقوم بتوضيح عملية الاحتساب كيف تمت عندي بناء إيش على القانون اللي ظهر عندي. إذا بالانتقال إلى برمجية ونوت، كان في عندي مثال تطبيقي تستخدم إحدى المنشأة مادتين أولتين في تصنيع سلعتهما هما سين وصاد، وفيما يلي البيانات لإنتاج سلعة واحدة. تم استخدام هاي البيانات من أجل عملية إيش يعني تحديد انحراف كمية المواد اللي تم إيش شرحه في المحاضرة السابقة. لكن في محاضرتنا اليوم راح نحكي عن إيش انحراف السعر. طيب بثالثا شو قانون المتعلق إيش بانحراف سعر المواد المشتراة؟ إذا القانون كالتالي، انحراف سعر المواد المشتراة شو يساوي؟ هي عبارة عن الكمية المشتراة مضروبة في إيش
مضروبة في السعر المعياري ناقص ايش؟ السعر الفعلي. نيجي نطبق نفس الآلية على انحراف سعر المادة المشتراة ايش؟ سين. اذا في عندي انحراف سعر شراء المادة ايش؟ سين. المادة الأولية سين شو تساوي؟ الكمية المشتراة قديش كانت عندي؟ انا اشتريت 3000 كيلوغرام، اذا بالحالة هاي 3000 كيلوغرام مضروبة في قديش؟ في السعر المعياري ناقص السعر الفعلي. قديش كان السعر المعياري عندي للمادة سين؟ كان سعره 3 دنانير، اذا بالحاله هاي 3 دنانير ناقص ايش؟ السعر الفعلي. قديش كان السعر الفعلي عندي؟ 3 دنانير و10 قروش، اذا بالحاله هاي 3 دنانير و10 قروش. اذا بالحاله هاي بقدر اقول كالتالي، انحراف سعر شراء الماده س راح يكون ايش؟ كالتالي، اذا يساوي 3000 كيلوغرام مضروبه في ايش؟ في 3. وضحها لانه الجهات راح اقوم باحتسابها بشكل مباشر. اذا بالحاله هاي راح يكون في عندي سالب 300، واذا بالحاله هاي شو راح يكون عندي؟ راح يكون عندي انحراف راح يكون في عندي انحراف غير ملائم. انحراف غير ملائم لانه ايش؟ انحراف سالب ويمثل هدرا تكلفيا. اذا بالحالة هاي انا انتهيت من انحراف سعر شراء المادة س. نيجي نطبق نفس الآلية ونطبق عن انحراف سعر شراء المادة ايش؟ ص. اذا انحراف سعر شراء المادة صاد يساوي قديش انا قمت بشراء من المادة صاد؟ اشتريت 1200 كيلوغرام، اذا 1200 كيلوغرام مضروبة في ايش؟ في الفرق ما بين السعر المعياري ناقص السعر الفعلي. السعر المعياري قديش كان عندي؟ 4 دنانير، اذا بالحالة هاي 4 دنانير ناقص ايش؟ السعر الفعلي اللي قمت بشراء فيه هو كان 3 دنانير و80 قرش، اذا بالحالة هاي 3 دنانير و80 قرش. إذا بالحالة بصل القيمة المتعلقة فيها وهي تساوي كالتالي، 1200 مضروبة هي الفرق إذا بالحالة بصل ليش للقيمة المتعلق فيها وهي قديش؟ 240 دينار. إذا بالحالة يعتبر ايش؟ انحراف انحراف ملائم لأنه انحراف موجب ويمثل وفرا تكلفيا. فهاي الغاية ايش؟ من احتساب سعر شراء المواد المشتراة. اذا هي عبارة عن كمية مشتراة مضروبة في الفرق ما بين السعر المعياري ناقص السعر الفعلي. إذا بالحالة هاي أنا انتهيت إيش؟ من النقطة المتعلقة في انحراف سعر المواد المشتراة. إذا في انحراف سعر المواد المستخدمة هو النوع الآخر من انحرافات بتحدث عندي. طبعا لا يحسب أي انحراف سعري في مرحلة شراء المواد الأولية وإدخالها للمخازن، فذلك يتم وفق أسعار فعلية، لكن يحسب انحراف سعر المواد المستخدمة عند إخراج أي كمية من هذه المواد في العملية الإنتاجية، وهو يمثل الفرق ما بين السعر المعياري والسعر الفعلي مضروب بالكمية الفعلية المستخدمة في الإنتاج. أي أن راح يكون عندي انحراف سعر المواد المستخدمة هي الكمية المستخدمة مضروبة إيش؟ بالسعر المعياري ناقص إيش؟ السعر الفعلي. اللي بصير عندي في انحراف سعر المواد المستخدمة، حكينا إنه عندي في انحراف سعر المواد المشتراة، واللي بصير عندي في انحراف سعر المواد المشتراة إنه بقوم أنا بالشراء وبحتسب الانحرافات اللي بدأت عندي. لكن في انحراف سعر المواد المستخدمة أنا ما بحسب أي انحراف إلا حتى أقوم بالعملية الإنتاجية، أي بمعنى لما أقوم باستخدام المواد الأولية، أي بمعنى طلبها من المستودعات وأحطها على خط الإنتاج، بالحالة بصير أحسب إيش؟ الانحرافات المتعلقة بها.
إذا بالحالة هاي أنا ما بقوم بأي عملية احتساب لأي انحراف إلا حتصبح المادة الإنتاجية أو المادة الأولية على خط التصنيع، وأحتسب قديش أنا استخدمت مادة أولية وليست لها علاقة إيش بالكميات المواد المشترى. إذا هي عبارة عن كمية مستخدمة مضروبة في الفرق ما بين السعر المعياري والسعر الفعلي. وباستخدام المعلومات المثال تطبيقي واحد يمكن حساب انحراف سعر المواد المستخدمة في الإنتاج كالتالي. راح يكون في عندي انحراف سعر المواد المستخدمة يتساوي الكمية المستخدمة السعر المعياري ناقص ايش السعر الفعلي. وبالتالي انحراف سعر المادة سين عندي انا قمت باستخدام 2600 كيلوغرام مضروبة في ايش في الفرق ما بين السعر المعياري والسعر الفعلي. كان عندي السعر المعياري 3 دنانير والسعر الفعلي 3 دنانير و10 قروش، كان في عندي ايش ماينس 260، يعني بالحالة هاي راح يكون عندي انحراف غير ملائم لانه انحراف سالب ويمثل هدرا تكلفيا. انحراف سعر المادة صاد الكمية اللي استخدمتها هي عبارة عن 980 كيلوغرام، السعر المعياري كان 4 دنانير لكن ملاحظ ان السعر الفعلي اقل بايش من السعر المعياري، اذا بالحالة هاي يمثل ايش راح يكون في عندي انحراف ملائم وكان قيمته 196 دينار. اذا بنلاحظ هون انه عندي قديش كان السعر المعياري 4 دنانير والسعر الفعلي قديش 3 دنانير 80 قرش. اذا بتلف على الكتاب راح تلاقي انه ايش في خطأ مطبعي انه حاط السعر المعياري 3 دنانير 80 قرش والسعر الفعلي 4 دنانير، وهذا خطأ يرجى تعديل هاي المعلومة. طيب لو قمنا بنقل هذا السؤال وحله مباشرة كما تم استخدام في تحليل ايش انحراف سعر المواد المشترى. اذا خلينا نقوم باحتساب ايش انحراف سعر المواد المستخدمة. اذا في عندي انحراف سعر المواد المستخدمة شو يساوي؟ هي الكمية المستخدمة مضروبة في ايش مباشرة في السعر المعياري ناقص السعر الفعلي. نيجي نحتسب ايش انحراف فيما يتعلق أول مادة وانحراف سعر استخدام المادة سين. إذا في عندي انحراف سعر المادة سين إيش سعر المادة المستخدمة شو تساوي؟ نيجي كالتالي، أنا قديش استخدمت الكمية المواد المستخدمة 2600 كيلوغرام. إذا بالحالة هاي 2600 كيلوغرام مضروبة في إيش نفتح قوس السعر المعياري قديش كان لها 3 دنانير، إذا بالحالة هاي 3 دنانير ناقص إيش السعر الفعلي، قديش كان السعر الفعلي 3 دنانير وعشر قروش، إذا بالحالة هاي 3 دنانير وعشر قروش منسكر القوس نضغط يساوي، إذا بالحالة هاي راح يعطيني قديش في عندي إنه راح تلاقي إنه الإشارة إيش سالب، إذا بالحالة في عندي انحراف غير ملائم قيمته قديش 260 دينار، إذا بالحالة هاي في عندي انحراف غير ملائم لأنه إيش انحراف سالب ويمثل إيش هدرا تكلفيا. إذا بالحالة هاي أنا انتهيت إيش من سعر انحراف سعر المادة إيش سين. نيجي نطبق نفس الآلية عن انحراف سعر المادة المستخدمة من إيش المادة صاد. إذا انحراف سعر المادة صاد المستخدمة شو تساوي؟ نيجي ايش كالتالي، قديش انا فعليا الكميه المستخدمه عندي كانت 980 كيلوغرام. اذا بالحاله بفتح قوس وبقول كالتالي، قديش كانت فعليا السعر المعياري للماده صاد؟ كان 4 دنانير. اذا بالحاله هاي ناقص ايش السعر ايش الفعلي اللي كان عباره عن 3 دنانير و80 قرش اللي كان موجود عندي هون. اذا بالحاله بسكر القوس وبقول راح يعطيني قديش القيمه 196 دينار وكانت قيمته قديش موجب. اذا بالحاله راح يكون في عندي انحراف يعتبر ايش انحراف ملائم لانه اشارتك ايش كانت عباره عن موجبه. اذا انحراف ملائم لانه انحراف موجب ويمثل وفرا ايش تكلفيا. اذا بالحاله هاي انا قمت باحتساب ايش عندي هون انحراف سعر المواد المشترى وقمت باحتساب انحراف سعر المواد المستخدمة.
السؤال كالتالي: متى بستخدم انحراف سعر المواد المستخدمة ومتى بستخدم انحراف سعر المواد المشتراة؟ فمعطيك هي أهم ملاحظة: في حال وجود بيانات حول سعر كمية المواد المشتراة وسعر الكمية المستخدمة في الانتاج كما في المثال التطبيقي واحد السابق، فإن الانحراف الإجمالي للمادة الأولية يحلل لقسمين: انحراف كمية مواد وانحراف سعر المواد المستخدمة في الانتاج، وبالتالي لا يحسب في هذه الحالة انحراف سعر المواد المشتراة. إذا بالحالة هاي حكينا في المثال التطبيقي اللي حكينا عنه إن أنا حسبت عملية إيش انحراف كمية المواد المستخدمة من إيش من المادة سين انحراف كميات، لكن هون بنحكي عن إيش انحراف سعر، وكان عندي نوعين. بالحالة هاي لما يكون في عندي انحراف كمية مواد، إذا بالحالة هاي بستخدم محا انحراف سعر المواد المستخدمة، إذا بالحالة هاي بركز على هاي النقطة، وبالتالي لا يحسب في هذه الحالة انحراف سعر المواد المشتراة. أما عند حساب انحراف سعر المواد المشتراة فلا يظهر انحراف سعر جديد عند استخدام هذه المواد، وبذلك فإن الانحراف الإجمالي يتكون من الانحراف الكمي ويكون انحراف السعر للمواد المستخدمة يساوي صفرا، لأن تسعير إخراجات المواد وتسليمها للاستخدام في المصنع يتم وفق السعر المعياري وليس وفق السعر الفعلي. إذا بالحالة إذا بقوم باستخدام انحراف سعر المواد المشتراة، أنا بالحالة ما في داعي أحتسب باقي الانحرافات، لكن في أغلب الأحوال راح نقوم باستحتساب انحراف سعر المواد المستخدمة، وبالإضافة إيش انحراف كميات المواد زي ما متعارف عندي، لأنه إيش انحراف كمية المواد وبالإضافة انحراف سعر المواد هي يتعلق إيش بالكميات المستخدمة، فهي الغاية منها. طيب أنا قمت بعملية تحليل للبيانات، وقمت باحتساب انحراف الكميات الموجودة عندي انحراف كمية مواد، وقمت باحتساب انحراف سعر المواد المستخدمة. فبالتالي للتحقق من صحة الحل بعد أن يتم تحليل انحراف الإجمال لكل مادة على حدة إلى جزئين انحراف كمي وانحراف سعر المواد المستخدمة، يمكن التأكد من صحة العملية التحليل بجمع انحرافين الكمي والسعر المواد المستخدمة، واللذين يجب أن يساويا الانحراف في إيش الإجمال الأساسي. طرقنا في المحاضرة الماضية احتساب انحراف كمية المواد، كان المادة سين كان قيمتها 300 دينار كان بالماينس، وكان عندي ايش المادة صاد ايش 80 دينار بالموجب، فكان المجموع عندي 220. انحراف سعر المواد المستخدمة طلع عندي 260 ماينس، وعندي ايش المادة صاد 196 كان ايش موجب، بالحالة المجموع قديش كان عندي 64 ماينس. المجموع لانحراف المادة سين اللي يشمل انحراف كمي وانحراف كمية المواد وانحراف سعر المواد المستخدمة كان عندي 560، وكان عندي ايش طبعا بالماينس، وانحراف المادة صاد 276 بالموجب. اذا مستذكر لما احتسبنا قمنا في اول نقطة احتساب ايش الانحراف الاجمالي، وقلنا انه البيانات المتعلقة في ايش بيانات مضللة، الغاية منها ايش لانه احنا تقول لك كل مادة يتم معالجتها ايش على حدة. بالحالة هاي انا بقوم بعملية التحليل لحتى اصل ايش للانحراف الاجمالي اللي وصل عندي، عشان أتأكد أثناء عملية الحل فيما يتعلق بالامتحان أو أي في موضوع يتعلق بمادة التكاليف 2. أول نقطة بقوم باحتساب الانحراف الإجمالي، وبقوم باحتساب إيش الانحراف الكمي والانحراف السعري. إذا تساوى معي الأرصدة وطلع معي الانحراف المجموع ما يتعلق بالمادة سين على سبيل المثال أو المادة صاد، طلع عندي المجموع 560 وكان يتساوى مع الانحراف الإجمالي، بالحالة بتأكد إنه إيش طبيعة حلي صحيح 100%. طيب احنا حكينا اية احتساب انحراف سعر المواد، لكن طب شو الاسباب بتؤدي لانحراف سعر المواد؟ اول اشي عندي عدة اسباب. النقطة الاولى عدم الدقة في معايرة المواد الاولية، وبالتالي كعدم اجراء ابحاث السوق بشكل كاف ومرضٍ، وعدم مراعاة تغير الظروف الاقتصادية وظروف العرض والطلب في الاسواق بصورة واقعية، اي ان الانحراف الناتج عن عدم الدقة في المعايرة سببه الأساسي هو عيوب وقصور يشوب نموذج التنبؤ المعتمد في المعايرة، وتستطيع الإدارة تحسين مستوى التنبؤ باعتماد أساليب إحصائية ومراعاة التغيرات المتوقعة حسب الدراسات أبحاث السوق، أي أن السبب الانحراف هو إرادي داخلي. كيف يعني؟ على سبيل المثال أنا بستخدم إيش معايير، وهي المعايير تغيرت عندي على سبيل المثال من فترة إلى أخرى، بالحالة هاي أنا ما قمت إيش بالتدقيق على عملية إيش معايرة المواد، يعني بمعنى الكميات المستخدمة، حتى بالإضافة إيش الأسعار تتغير معي من فترة إلى أخرى. بالحالة هاي راح يكون في عندي انحراف في إيش في أسعار المواد. النقطة الثانية تتعلق في انحراف أسعار المواد، عندي الخطأ في تسليم المواد من المخازن،
وهي على سبيل المثال كتسليم مواد بمواصفات وأسعار تختلف عن مواصفات وأسعار المواد المطلوبة، مما يؤدي إلى زيادة التكلفة وفي معدل المسموحات التالف الطبيعي. أحيانا شو بصير عندي؟ أنا بقوم بطلب نوع معين من المواد، أو بطلب من وحدة المشتريات أن تقوم بشراء مادة معينة. أحيانا شو بصير عندي؟ إنه بصير عملية تسليم خطأ أو عملية شراء من هاي المنتجات بطريقة خاطئة، أو استخدمنا منتجات قم تم شرائها وكانت هاي المواد إيش ذات جودة رديئة. بمعنى بالحالة هاي راح ينتج عندي إيش؟ راح ينتج عندي تالف جودة بشكل كبير. هاي بتأدي إيش؟ أحيانا عندي انحرافات في السعر. وعشان هيك بقولك لتجنب مثل هذه الأخطاء مستقبلا يجب وضع دليل رقمي للمواد الأولية، ويعتمد في حركة المخازن إدخالا وإخراجا كما يعتمد هذا الدليل الرقمي في البطاقة المعيارية منع الأخطاء الاستلام والتسليم. عشان هيك دائما بقولك دائما يوضع لكل مادة إيش حرف ورقم، أي معنى رقم أقدر أتبع عليه بحيث أن أعرف قديش رصيد هاي المادة، مطابقتها للمواصفات، هل يحتوي على وصف على سبيل المثال إذا قمت بشراء هاي المادة من الخارج في عندك بطاقة تعريفية أو بطاقة لهاي المنتج. بالحالة هاي لازم يكون إيش البيانات موجودة كلياتها على المنتجات عشان أقلل من الأخطاء اللي بتصير عندي أثناء عملية الاستلام والتسليم. كمان في عندي أسباب تقع في نطاق أعمال وقرارات الإدارات المختلفة في المنشأة، مثل تغيير سياسة الشراء النقدي والأجل، الشراء بكميات صغيرة غير اقتصادية تحسبا لهبوط متوقع في الأسعار، تغير مصادر الشراء الخارجي أو الداخلي، الشراء الفوري بأسعار اضطرارية نتيجة سوء التخطيط الجدول الزمني لتوريد المواد أو التقصير إدارة التخطيط. يعني على سبيل المثال زي ما حصل إيش أثناء الأزمة الحالية هي متعلقة إيش بكوفيد 19، اللي صار عندي إنه بعض الشركات تعتمد على مخزون محدود معين بسبب إيش إنه ارتفاع تكلفة المخزون وبالإضافة لأسعاره. فبالحالة هاي أحيانا بعض الشركات بتقوم بطلب المواد أولا بأول يعني بشكل مستمر، لكن أثناء الأزمة ارتفعت المواد الأولية بشكل سريع، وهي اللي أثر إيش على بعض الشركات بشكل كبير ارتفاع بعض المواد، وخاصة مثال المواد المتعلقة في المعقمات أثناء بالإضافة للمواد الطبية بشكل كبير. ليش؟ لأن المواد الأولية انخفضت ككميات وارتفع سعرها بشكل كبير، على أثرها صار إيش عندي تغير في أسعار المواد الشراء. عشان هيك أحيانا بصير عند الشركات وبعض الشركات أحيانا بتحاول تقلل قدر الإمكان من المخزون، لكن بتلاقي عندها اتفاقيات مع شركات بترتب عليها على سبيل المثال غرامات في حال التأخر عن توريد البضاعة التي تم التعاقد عليها من قبل. بالحالة هاي دائما الشركات لازم تحتفظ بحد أدنى من المخزون لمواجهة أي مشاكل، لكن تعتمد هاي الآلية بناء على وضع طبيعة الشركة. على سبيل المثال شركات تكنولوجيا المعلومات ما تقدر تحتفظ في جزء كبير من المخزون لأنه نسبة التسارع فيه جدا عالية، لكن على سبيل المثال بنحكي عن شركات الصلب والحديد، شركات جدا إيش فيما يتعلق حتى لو قاعد المادة الأولية اللي بنستخدم في الإنتاج فترة طويلة ما بأثر عندي لأن نسبة تعرضها للتلف بتكون جدا قليلة، وبالحالة هاي ما راح تأثر عندي. فبالحالة هاي إنه الشركات اللي بتواجه مشاكل فيما يتعلق بطلب المواد الأولية يجب وضع خطط بديلة في حال لا سمح الله واجهت أي مشاكل عشان ما يصير عندي إيش تغير في الأسعار. بالحالة هاي يؤدي إيش يؤدي عندي انحرافات في هذا الموضوع. كنت حكينا الأسباب السابقة المؤدية لانحراف السعري هي جميعها أسباب إدارية داخلية تستطيع الإدارة تجنبها بتحسين مستوى أداء إداراتها المختلفة. بعض من الأنواع اللي تؤدي لأسباب انحراف السعر، كمان في عندي تقلب غير متوقع في أسعار المواد الأولية خلال فترات قصيرة نتيجة ظروف أو عوامل خارجية لا تستطيع إدارة المنشأة السيطرة عليها. إن أسباب المؤدية لانحراف السعري هي في غالبيتها يعني أغلبها دائما إيش أسباب خارجية، مش على سبيل المثال عندي انحراف أسعار المواد كمية المواد، انحراف كمية المواد هو أسباب إيش داخلية، لكن في متعلق بانحراف الأسعار هو متعلق في إيش أسباب خارجية مفروضة على المنشأة وتستطيع إذا الإدارة التحكم فيها إلا في حدود ضيقة، إذ يصعب عمليا التنبؤ بدقة بتطور الأسعار لذلك. طبعا آلية إثبات الانحرافات، احنا قمنا باحتساب انحرافات فيما يتعلق في انحراف كمية المواد واحتساب ايش انحراف ايش سعر المواد المستخدمة بالإضافة الى سعر المواد المشترى، لكن الآلية كيف بدي اقوم اثباتها بشكل ايش قيد؟ راح يكون كالتالي: تمثل انحراف التكاليف السالبة انحرافات غير ملائمة تزيد التكلفة لذلك تثبت محاسبيا باعتبارها مصروفا او خسارة اي ان تكون مدينة،
إذا بالحالة لما يكون عندي أي انحراف سالب راح يكون إيش بالطرف المدين، أما إذا كان عندي انحراف موجب على العكس راح يكون إيش بالطرف الدائم. أما فيما يتعلق في حساب الإنتاج تحت التشغيل باعتبار ممثلا لحساب مركز التكلفة أو الأمر الإنتاجي أو المرحلة الإنتاجية، فيجعل المدينة بالتكلفة المعيارية لإنتاج الدورة، هي عبارة عن الكمية المعيارية ضرب السعر المعياري. أما حساب المخازن الأولية هي الكمية الفعلية ضرب السعر الفعلي. إذا نتفق على هاي النقطة فيما يتعلق في كتابة القيود، إذا لما يكون في عندي انحراف سالب راح يكون بالطرف المدين، ولما يكون عندي انحراف موجب راح يكون إيش بالطرف الدائم. لما يكون عندي الأمر الإنتاجي طبعا التكلفة، يجعل مدينة التكلفة المعيارية من خلال ضرب الكميات المعيارية ضرب السعر المعياري. وحساب المخازن الأولية بيكون إيش عندي دائما بالتكلفة الفعلية لهذه المواد، هي الكمية الفعلية ضرب السعر الفعلي. إذن نشوف آلية كتابة القيود كالتالي. نيجي نوضح البيانات المتعلقة في القيود. حكينا إنه لما يكون في عندي انحراف سالب راح يكون بالطرف المدين، ولما يكون عندي انحراف موجب راح يكون بالطرف إيش الدائم. مبدئيا عندي انحراف طبعا كل قيد كاتب أنا هون المادة سين والمادة صاد، وبقدر أدمج القيود مع بعض. إذا راح يكون قيد المحاسب للمادة سين كالتالي. بداية أنا شوف عندي انحرافات، كان عندي انحراف كمية مواد وعندي انحراف سعر المواد المستخدمة. إذا في عندي انحرافات 2 سالبة 300 دينار و 260 دينار. إذا هذول الطرفين إيش راح يظهر عندي في الطرف المدين؟ إذا في عندي انحراف كمي بقيمة 300 دينار وانحراف سعر إيش 260 دينار. حكينا إنه الإنتاج تحت تشغيل مدين، إذا هاي عندي طرف المدين. طب آلية احتسابه كيف ترتفع معي 7500؟ حكينا هي عبارة عن إيش الكمية المعيارية ضرب السعر المعياري. إذا نستذكر بيانات السؤال كانت إيش عندي الكمية المعيارية، حكينا إنه المادة سين عشان أقوم بإنتاج وحدة واحدة بحاجة إيش 5 كيلوغرام. طب أنا كم وحدة أنتجت 500، إذا 5 في 500 2500. طيب قديش السعر المعياري كان عندي 3 دنانير، إذا بالحالة هاي طلعت عندي 7500. إذا بالحالة هاي انتهت من الطرف المدين من جانب المذكورين. طيب مخازن المواد الأولية حكينا إيش إنه مخازن المواد الأولية بيكون بالطرف الدائم. آلية احتسابه كيف عندي؟ هي عبارة عن الكمية الفعلية مضروبة في السعر الفعلي. قديش كانت الكمية الفعلية عندي؟ كانت أيامها عندي 2600 كيلوغرام، والسعر الفعلي قديش كان عندي 3 دنانير و10 قروش. فلما تضرب 2600 كيلوغرام مضروبة في 3 دنانير و10 قروش بعطيني 8060 دينار. إذا بالحالة هاي تم إثبات فيما يتعلق الانحرافات للمادة الأولية سين. طيب نيجي على المادة صاد، نيجي نشوف إيش الانحرافات اللي عندي. عندي انحراف كمي، عندي انحراف سعري، قيمهم إيش موجبة. إذا بالحالة راح يكونوا بأي طرف؟ راح يكونوا بالطرف الدائم. إذا في عندي انحراف كمي 80 دينار وعندي انحراف سعري بالطرف الدائم قيمته قديش 190 دينار. إذا في عندي إيش الانتاج التشغيل راح يكون طبيعته إيش مدين. كيف قوم باحتسابه 4000 دينار؟ قلنا كالتالي هي الكمية المعيارية ضرب السعر المعياري. حكينا إن لما أقوم باستخدام المادة صاد أنا بحاجة لقديش؟ بحاجة ل 2 كيلوغرام عشان أقوم بإنتاج وحدة واحدة. إذا بالحالة هاي أنا كم وحدة قمت بإنتاج؟ قمت بإنتاج 500 وحدة. إذا 2 كيلو مضروبة ب 500 وحدة مضروبة في السعر المعياري وكان قيمته قديش؟ 4 دنانير. إذا بالحالة هاي بعطيني قديش؟ 4000 دينار. طيب فيما يتعلق في مخزن المواد الأولية، قلنا إيش هي عبارة عن الكمية الفعلية مضروبة في السعر إيش الفعلي. طلعت معي 3724 دينار. كيف طلع معي الرقم؟ هو عبارة عن الكمية الفعلية كانت قيمتها 980 دينار، ضربتها في السعر الفعلي كان سعره قديش 3 دنانير و80 قرش، فأعطانا الرقم 3724 دينار. إذا بالحالة هاي تم إثبات القيد المحاسبي للمادة صاد. طبعا تقدر تدمج القيود من خلال الحسابات اللي عندي من انحراف كمي وسعري، وبالحالة هاي بنتهي هذا الموضوع بشكل سهل. إلى هون تنتهي محاضرتنا، شكرا لكم على حسن الاستماع.